عشان كده انا بقول لكل العلمانيين ان هم يستسلموا بقى للناس دي، مش بالغصب خالص خالص. انتوا سمعتوا الناس دي بتتكلم ازاي؟ سمعتوهم بيدعوا بالموعظه الحسنه ازاي؟ ما سمعتوش الحنيه واللطف في كلامهم؟ ماذا رايتم الاسلاميين حتى تكرهوهم؟ وكونوا دعاة للحق والخير والهدى. شويه عيال ابو بربور وابو رياله وقاعدين يتكلموا في القنوات، ده مش عارف المتحدث باسم جبهه ام يني، وده المتحدث باسم جبهه ام ترتر، وده المتحدث باسم جبهه دلعني ازغلول. بالحكمه البالغه والكلمه الرقيقه الرقراقه، واحنا بس صابرين عليكم وعمالين نقول مش عايزين نولعها ومش عايزين نحرقها ومش عايزين نعملها، لكن والله الذي لا اله الا هو نسحلكم بالاحزان. والخلق العذب الجميل، ولن نسمح للوساخات ان تبقى بيننا. اضرب يا مرسي واحنا معاك. خرجوا لنصرة دين الله، ودين الله لا ينتصر الا باوامر واخلاق وتعليمات دين الله. هنديهم على دماغهم وهندوس عليهم بالزلة. خلي بالك مين يا روح امك. لو ان العلمانيون يريدون جزعة والله العظيم لو بصقنا عليهم لنحرقهم. ايوه لو خالد عبد الله بصق عليك تف عليك هيحرقك. شفتوا الموعظة الحسنة؟ شفت الكلمة الدقيقة الرقراقة الأخلاق الحميدة؟ أنا مش عارف ليه بنقاوم.